بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن متلازمة التعب المزمن أو فقدان الطاقة المستمر، هذا هو الاسم العلمي الخاص بها. رح نأتي إلى الأسباب الخاصة بها سبب سبب، ورح نأتي لطرق علاجها اللي هو واحدة واحدة. كل ما عليك هو أن تأتي بورقة وقلم، لأن فيها أكثر من موضوع قد تحتاج إلى أنك أنت ممكن تنسى بعض النقاط. تمام، نبدأ على بركة الله. ما هو متلازمة التعب المزمن؟ هو باختصار شديد جدا شعور الإنسان الدائم بالتعب، يعني حتى بعد 10 ساعات من النوم لما بتفيق أو 12 ساعة بتجد ما زال يعاني من النوم أو التعب، اللي هو التعب الشديد أو الإعياء الحاد، اللي هو ما تجد بالفعل انه هو يعني يعاني من هذا الامر، ما عندهش طاقه لانه هو يدرس او يعمل او اي شيء. اكثر شيء اللي هو يعني حتى شيء بسيط جدا فاقد للطاقه بشكل مستمر. تمام، هذا اول شيء ليه عده اسباب. السبب الاول اللي هو نقص فيتامين دي كما سبق وشرحته من قبل. العلاج الخاص به اما مع طبيبك الخاص اللي هو او الصيدلي يصف لك اللي هو سواء كان حبوب او ابره شهريه، مع التعرض للشمس من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا مباشرة على الجلد، مش من وراء زجاج، مش من وراء ملابس، مدة 15 إلى 20 دقيقة. ثاني شيء اللي هو نقص الحديد أو الهيموغلوبين. حتى الحديد هو مذكور حتى في القرآن فيه بأس شديد ومنافع للناس، إلا الحديد هذا لما بينقص بتجد هناك فيه متلازمة التعب المزمن، هذا التعب الحاد، وتجد فيه أيضا بعض اللي هي بانيك أتاك إذا كان ملازم لها، اللي هو الهجمات تشعر مثل الخوف أو شيء معين، أو اللي هو تكون جالس هكذا ولما بتفيق مباشرة بتأتي مثل الضبابة على العين. أوكي، بالنسبة للحديد، الحديد المصادر الخاصة به إما بتأخذ اللي هو مشروب الكركديه لمدة 17 يوم، مع اللي هو الشمندر بيعصر على البارد، أو اللي هو مشروب الزعتر البري، أو اللي هي البطاطا الحلوة، مع اللي هو نصف كيلو من العسل. انتبه، نصف كيلو من العسل هذا في جميع الأشياء اللي راح أذكرها اليوم. نصف كيلو من العسل مع 25 جرام من اللي هو البروبليس الأكبر، مع اللي هو ملعقتين ونصف من الحبة السوداء، تأخذ ملعقة واحدة يوميا. أوكي، نتكلموا يا إخوان على شيء اللي هو آخر، اللي هو الالتهاب، لأنه هو المتلازمة التعب المزمن هذه لها علاقة مباشرة في الالتهابات على مستوى الجسم، وخاصة في الدماغ أو في النخاع الشوكي إذا كان يصاحب لها اللي هو ألم في العنق أو في الظهر، بيكون هذا ناتج عن اللي هو التهاب النخاع الشوكي. العلاج يا إخوان اللي هو أولا عن طريق العكبر وخلطة النحل اللي كلمتك عليها، لأنه معروف أن العكبر أو البروبليس، كما يمكن أنك أنت تأخذ أيضا العكبر ككبسول، أو بتأخذ العكبر يعني ككبسول او كحبوب، يعني عادي جدا بتجد ايضا حتى كحبوب سواء كان في العطار او في الصيدليه، او يمكن انك انت تاخذها طبعا حتى من المتاجر الالكترونيه عادي جدا. تاخذ هي الجرعه اليوميه، تمام، اللي هي ما تعادل ب 1500 ملي جرام. اوكي، بتاخذ مره او مرتين، هذه بتقضي نهائيا على مساله اللي هي الالتهابات، بالاضافه الى اللي هو منقوع اللبان المر الابيض، ماهوش الاصفر هذا تبع شجره الكندر، الابيض اللي هو ملعقه بتنقع 12 ساعة، وبعد ذلك تصفى المياه وبتشرب مرة يومية لمدة أقل شيء 3 أشهر. تمام، غير ذلك اللي هو من الأشياء الثانية اللي يجب الانتباه لها اللي هو عدم وجود أكسجين بيصل بشكل كافي إلى الدم، وهذا بيرجع لخلل في شيء يسمى بمستقبلات بيتا. مستقبلات بيتا هذه لما بيحدث فيها خلل، خلل اللي هي الأجسام المضادة بتصير بتهاجم اللي هي مستقبلات بيتا، المفروض توسع اللي هي الأوعية الدموية لكي يدخل الدم اللي هو المؤكسج الى باقي الجسم، فبالتالي بيحدث فيه اللي هو الوصول يعني الدم لما ما بيصلش بالشكل السليم، او لما بتحدث اللي هي خلل في مستقبلات بيتا بيصير فيه الم في العضلات في العظام، لان الدم ماهوش قاعد يصل بالشكل السليم او بالشكل المؤكسج. واضح؟ في شيء اخر يا اخوان اللي هو الفيروسات. غالبا هي اغلب الناس تجدها تعاني من مرض اللي هي متلازمة التعب المزمن، ولكن بعد إصابتها بمرض ما، لأن جميعنا نحن هنا أصبنا بإما فيروس الهيربس أو اللي هو أحد مشتقات اللي هو الأبشتاين بار. الأبشتاين بار هذا نوع من أنواع الفيروسات الخاصة بمرض الهيربس. عموما المرض هذا يا إخوان بيبقى كامن في الجسم، جميعنا الأغلبية الساحقة 95-97% من البشر على مستوى العالم أصيبت به، لكن بتشفى منه ولكن بيبقى كامن. عندما تصاب انت به اللي هي الامراض سواء كان التفاخ الغدد او الغدديه اللي هو التهاب
التهاب الغدد اللعابية أو اللي هو ما يعرف بالالتهابات الغددية بصفة عامة، سواء كان اللي هي الغدد الليمفاوية أو الغدد اللعابية أيا كان، المهم بتصيبك مرض معين في الغدد، بينشط هذاك الفيروس، مش معروف السبب لماذا هو بينشط. عموما لما بينشط يا إخوان الفيروس هذا بيحدث فيه اللي هو متلازمة التعب المزمن، وبيبقى هذاك الفيروس، فعلاجه بيكون عن طريق مغلي أوراق الزيتون أو مستخلص أوراق الزيتون إذا كنت في أوروبا، لا أنصح بأنك أنت تأخذها من آسيا أو من أفريقيا أو من تركيا أو من غيرها، تمام؟ تؤخذ فقط من اللي هي المصادر الأوروبية اللي تحت الإشراف السليم. مغلي أوراق الزيتون أخضر، ما يؤخذش طبعا الزيتون جاف أو كذا، لازم يكون أخضر، على الأقل يكون محافظ على اللي هو اللون الأخضر الخاص به، تمام؟ مغلي أوراق الزيتون أو مستخلص أوراق الزيتون بيحتوي على مادة تسمى بالأوليروبين. هذه المادة لها كثير جدا من الأشياء أنا سبق وشرحت عليها في علاج كثير جدا من الأمراض، وخاصة في مكافحة الفيروسات وتحديدا فيروسات الهربز والأبشتاين بار، تمام، اللي هو هذا النوع اللي بسبب هذه المشكلة. تأخذها أيضا ولكن بعد الأكل والأكل الجيد مرتين إلى ثلاثة يوميا لمدة 3 أشهر، لأن هي ما تؤخذش طبعا بين الوجبات أو على معدة فارغة لأنها تسبب في هبوط في السكري، تمام. في شيء اخر ايضا اللي هي بتساعد على اللي هو القضاء على السكري كما خبرتك، فيه شيء ثاني يا اخوان اللي هو الفيتامينات، سواء كان فيتامينات بي اللي هي بي كومبلكس بشكل عام، اما انك انت تاخذها ككبسول تحت اشراف طبيبك الخاص او الصيدلي، او انك انت تعثر عليها من المصادر الطبيعيه اللي راح نجوها بعد شوي. ايضا المغنيسيوم يا اخوان، المغنيسيوم ليه دور فعال للغايه، خاصه اللي هي في قوه العضلات او اللي هي النشاط والحيوية أو الطاقة العضلية، لذلك حتى في اللي هو الكرتون القديم هذا الخاص بباباي هذا تاع البحار، كان لما بيأتي بالسبانخ لما بيأكلها بيصبح لديه مثل هذه العضلات. الناس تظن هو الحديد هو اللي لأن هي مليئة بالحديد، لا، هي فقط لأن هي مليئة بالمغنيسيوم. المغنيسيوم موجود في السبانخ، موجود في التمور، موجود في الزعتر، موجود في الأفوكادو، موجود في المكسرات، ايضا الزنك واليود. الان سوف اعطيك الوصفه طبعا الاولى تاع العسل هذيك راح تعملها، سوف اعطيك مشروبين يمكن انك انت تاخذهم في اليوم بينهولك اللي هي مساله متلازمه التعب المزمن لانه يوجد فيهم كل هذه المغذيات. ناتي على بركه الله، اول شيء بتاتي بكاسين كبار من الحليب، هذا المشروب تاخذه صباحا كاسين كبار من الحليب، حليب يفضل حليب ابل، حليب ماعز، المهم حليب يكون طبيعي، تمام. تضع فيه، بتغلي هذاك الحليب بيصير يغلي، بعد ذلك بتحطه هكذا، تمام، بتخليه انه يبرد شوية ولكن يكون محافظ على درجة الحرارة أكثر من اللي هي 28 للحفاظ على عدم تلوث. بعد ذلك تأتي بيه البيض البلدي اللي هو البيض اللي مش تبع السوبر ماركت، البيض البلدي اللي يرعى في خشاش الأرض الأورجانيك، يقوم ب اللي هو وضع بيضة هكذا بتكسرها وبتضعها، فهذا بينفع حتى على فكرة للصغار، بتضع مع ملعقة من العسل اخوان، ايضا مع ملعقه من اللي هو او ملعقه ونصف من السمسم، مع قطعه واحد من الموز، تمام. يمكن انك انت تضيف اليها المكسرات، يمكن انك انت تضيف اليها على سبيل المثال من غير المكسرات اخوان والسمسم. الناس اللي ما عندهاش مشاكل في الغده الدرقيه يمكن تعمل هذه الخلطه كل يوم، ولكن تأتي في يوم بتضيف لها حب الرشاد إذا كان لديك مشكلة أو إذا كان النساء لديها خربط في الهرمونات أو شيء، ما بتاخدش حب الرشاد، تمام. بتضربها في الخلاط وبتشربها هذا يوميا، يمكن إضافة لي القليل من زيت حبة البركة، تمام، اللي هي بضع قطرات أو ملعقة، تمام. تضربها في الخلاط جيدا 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 جيدا، بعد ذلك تقوم اللي هو بشربها. هذا بيعطيك الحديد وجميع الفيتامينات المطلوبة. الشيء الثاني اللي راح نعملوه اللي هو التالي، تأتي بعصير الأفوكادو طبيعي، سواء كان بتضرب انت الافوكادو في الخلاط، سواء كان مع مياه او غيرها، او بتاتي بالعصير اللي هو يكون طبيعي اللي هو معصور طبيعي، تمام، او بتعصر الافوكادو في العصاره على راحتك. عموما بتضيف ليه ايضا اللي هو 3 ملاعق من المكسرات، جوز اللوز البرازيلي ايا إن كان، السمسم انتبه جيدا، ملعقه ايضا من العسل، العسل يجب انه هو يكون طبيعي، هذه مسؤوليتك من وين. اذا كنت في اوروبا ممكن تاخذ عسل الغابه الالماني، في المنطقه العربيه تحرى انت اهل الخير والصلاح، انا لا اعلم، انصحش انك تاخذ من اي، لما انا لا اعلم، ليس لدي معلومة عن جهة موثوقة ممكن تبيع العسل. تاخذ المشروب هذا يوميا مع المشروب هذا الثاني ايضا اللي هو ليلا،
بتنتبه جيدا، متأكد ايضا من نسبة فيتامين دي والزنك كما اخبرتك. يمكن انك انت تضيف اللي هو القليل من القرع، بتضربه حتى مرة او مرتين في الخلاط، اللي هي 150 جرام في كاسة من الماء وبتشربهم. هذا بينهي لك مسألة اللي هو الزنك والسيلينيوم اللي ممكن بيحدث. فيه مشاريب تانية يجب انك انت تاخدها يا اخي، اللي هي مشاريب الهندباء 3 مرات اسبوعيا، او اللي هو حبوب تسمى بالسيليمارين، تاخذها اما من الصيدليه تحت شرف الصيدلي، او تطلبها من الاي بي او الهيربز، يعني موقع اي هيربز الامريكي. تمام. مع الهندباء 3 مرات اسبوعيا، النساء بتاخذ البرلقوش 3 مرات اسبوعيا، النساء بتاخذ 3 مرات اسبوعيا البرلقوش، الرجال بتاخذ 3 مرات اللي هو القص الهندي، القص الهندي طبعا 3 مرات اسبوعيا. طبعا بتغلي المياه كأس ونص من الماء، بتضع فيه ملعقة صغيرة من القص الهندي وبتشربها. هذا اللي بتستمر عليه من شهرين إلى غاية 3 أشهر، بتلاحظ بعد ذلك اختفاء نهائيا المتلازمة التعب المزمن، اللي هي تعتبر حاليا يعني من الأمراض المستعصية للغاية. تمام. ومع طبعا الأكل السليم، الطبخ بزيت الزيتون، والابتعاد عن السكريات والحلويات والمقليات، والابتعاد عن البيض المهرمل اللي يباع في السوبر ماركت أو يباع في السلخانات. تاخذ اللي هي البيض كما خبرتك البلدي، أو الخاص اللي يرعى هذا في خشاش الارض، والاسماك او اللحوم اللي هي الاسماك والابل فقط، لا اكثر ولا اقل. الوضع واحد، بتنهي الموضوع بهذه الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.